السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ليدي لي سم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الوجبه هذه اللي سهله، ان غراتان ديال البطاطا والكفته، وصيغتو بانها وجبه متكامله. فوالا غادي نقطع معكم طريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. وجبه حقا اللي غادي تعجب الكبار والصغار، ماشي غير لي زونف. فوالا فوالا، شوف كيفاش كتجي معنا، كيفاش كتجي معنا من الداخل. فوالا اللي غادي ندير فيها واحد لاصوص بالخضره، واحد لاصوص طوماط اللي كندخل فيها الخضره. فوالا باش الا كانوا عندنا لي زونفو ما كياكلوش الخضره، فوالا ما كيحسوش بها. وجبه كتستحق تشريبها. فوالا تاكلوها بالصحه والراحه. دابا ان شاء الله ندوز للمقادير، طريقه التحضير. عندي هنايا البطاطا، عندي انا درت هنايا كيلو، يعني واحد كيدير على حساب الاشخاص اللي عنده في الدار. فوالا قطعته هنا رقيقه، فوالا قطعتها رقيقه، كل ما قطعناها رقيقه كل ما احسن. غادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال الملحه، غادي نزيد عليها 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت البلديه، دي هنا معلقه صغيره ديال الزعتر، هادو باش غنسم البطاطا ديالي. وعندي هنا 80 غرام ديال الفرماج، خلطت هنايا، خلطت ما بين شنو سميتو هذا، خلطت ما بين الكغانا، خليت ما بين ليمونطال، وكان عندي الاخر لوكونتي، يعني فوالا هنايا جمعت بيناتهم. مي بالنسبه للفرماج نديرو اي فرماج كنفضلو. غادي نخلطو هاد المقادير مزيان. هنا غادي نزيدها واحد الرشه ديال التحميره، الفلفل الاحمر. ولا كتبقى اختياريه. من بعد خديت هاد الطاوة اللي كتدخل الفران، وغادي نستف البطاطا ديالي. بهاد الطريقة هادي وحدة على وحدة، يعني مجنبين فوالا، وحتى من الجهة الأخرى غتجي وحدة على وحدة فوالا بهاد الطريقة هادي. فوالا ملي كملت التساف ديال البطاطا، البطاطا بحال اللي كندير وحده على وحده، يعني خاصني ما يبانش ليا، ما تبانش ليا حتى شي خويه في الطاوه ديالي. غادي ندخلها دابا للفران، الفران اللي سخون على 220 درجه، ونحاول نديرها لتحت باش ما يتحرقش ليا هذا الفرماج هذا اللي بقى عندنا الفوق، ما خصوش يتحرق حتى طيب، عاد ديك الساعه نحمرها من الفوق. بالنسبه لصوص طوماط اللي غادي نوجد معكم، غادي نحتاجو فيها مطيشه، جوج مطيشات، بصله وحده متوسطه. عندي هنايا جوج ديال خزيوات صغار، جوج جزرات صغار، نقدروا نديرو وحده اذا كانت عندنا غير كبيره، وحده كبيره. وهنا فلفله، فوالا فلفله موين. وعندي باش غادي نسم هاد لاصوص ديالي، عندي هنايا الصحتر فوالا، وعندي اوراق سيدنا موسى، دونك غادي نقطعهم، يعني تقطع غير كبير، ماشي ما محتاجينش نقطعوها صغار. نفس الشيء الكاروت،
حتى همايا. كلشي غادي نقطعو كبير. صافي الفلفله حتى هي غادي نزيد عليها هاد المنسمات اللي درت، ندير ليها معلقه صغيره ديال الملحه، الملحه كتبقى على حسب الذوق، ما نعمرش المعلقه. ما منديرش ليها بزاف الماء غير اللي يطيب فيها. نزيد واحد شويه يعني غير تغطى ليا شويه الخضره. صافي وغادي نحطو يطيب. فوالا لاصوص منين طابت ليا، دابا غادي نزول منها هاد هاد الوراق ديال سيدنا موسى، ورق الغار. فوالا غادي نطحنها. صافي منين طحنت لاصوص، فوالا ديال لاصوص ديالي، غنزيد عليها البودره ديال الثوم. انا ما كانش عندي الثومه، يعني ملي الا استعملنا الثومه نديروها في الاول ملي درنا الخضره. ندير الابزار، الفلفل الاسود، وغادي ندير معلقه صغيره ديال التحميره. نقدروا نزيدوا حتى الحار السودانيه، انا ما كان ما نزيدهاش على حساب لي زونفون. و الزيت البلديه غادي نزيد واحد جوج معالق كبار. فوالا دابا غادي نحطها فوق البوطه باش تقلب وباش تعقد ليا. بالنسبه للكفته غادي ندير ليها العطريه، غادي ندير لها واحد معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، ندير ليها الثومه، ندير ليها البزار، الفلفل الاسود، ندير لها لهنايا كمون معلقه صغيره عامره، تحميره حتى هي معلقه عامره، زيد شويه. عندي هنايا القزبور يابس، حتى هو غادي ندير معلقه ديال القزبور، وغادي نزيد هنايا عندي قزبور ومعدنوس اللي قطعته. نزيد الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه. صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان. انا غنبدل البلا باش نخلطها مزيان، الطبسيل جاني صغير. ولا ديال لاصوص طوماط دابا منين وجدات غادي ندهن بها. هنايا طابت ليا البطاطا، فوالا كيفاش كتجي. انا دابا غادي نحط، غادي ندهنها كلها بهاد لاصوص. دابا من دهنتها لاصوص غادي ناخد الكفته وغادي نحاول نبسطها ليها كامله، غير على النص ديالها، لان غادي غادي نلولها. نتوما تشوفوا معايا، فوالا ملي كملت هنايا حطيت الكفته على النص ديال هاد لابراك اللي عندي. دابا غادي نزيد عليها الفرماج، فوالا فرماج غابي، نقدروا نديروا فرماج ساندويتش، نديروا اي فرماج كنفضلوا. فوالا بحال هيدا. دابا غادي ناخذ النص الثاني وغادي نقسمو عليها بحال اللي غادي نغطيها. نمشي بشويه باش ما تتقسمش ليا. فوالا بحال هكذا.
غادي نزول دابا بابي و غادي ندورها. دابا غادي ندير ليها الفرماج، ندير ليها الفرماج من هنا، غادي ندخلها للفران، ندخلها للفران طيب من طيب طيب يعني ما نشعلش عليها من الفوق باش طيب ليا الكفته. وعاد نشعل عليها من الفوق باش تحمر. فوالا هذا هو الكغاتان ديالنا من الوجد. فوالا شوف كيفاش كيجي معنا، دار ليا 30 دقيقه في الفران ساعه. فوالا يعني دغيا كيوجد لينا. فوالا كنتمنى من الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك بلي كومونتير وتبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء. دابا مبقى لي نودعكم، نقول لكم على بروشان فوا ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.